ما عنديش الفلوس ما نديرش الفلوس ما نديرش الفلوس ما نديرش الفلوس ما ناكل صافي داكشي اللي عندي كله كلام ناصري. السلام عليكم. احنا جينا اليوم درنا وقفة احتجاجية حدا الشركة ديال الفوس دولة كابو ان جي اللي المدير ديالها العام ولا المسير ديالها هو خالد الناصري. جينا باش نطالبوا بحقنا، نصب علينا بزاف ديال الفلوس كحنا تعاونيات وجمعيات ومقاولين ومؤسسات كاين جمعية معاقين، كاين تعاونيات ديال الزيوت، كاين جمعيات انسانية واجتماعية، ما عرفناش علاش ما جاوا الناس دقوا علينا قالوا لنا غادي ندير لكم الدعم، حنا تابعين للدوله وغنديروا لكم غادي نفعلوا لكم، خصكم تخلصوا واحد النسبه المئويه ديال الدوسي وعطيناهم درنا لهم انفيرمون ديال الدوسي، ولكن ما داروا معنا والو وداروا من مشاكل. كاينين الناس اللي خرجوا من المدرسه، السيد خرج من المدرسه ما كملش الباك ديالو باش يخدم باش يرجع الفلوس 7 المليون باش يرجعها للناس. انا درت الكريدي ديال 86 مليون باش ندير الاصلاح ونخلص المقاول، دار معايا المشروع باش يكمل باش يدير لي الاصلاح ديال الكوبيراتيف. كاينين الدراري اخرين كلشي الناس منتظرين، كلشي داير الكريدي كلشي تعذب وكلشي تكرفص. دابا جالسين هنا كتكرفصوا، جينا للمؤسسه سدوا علينا الباب وغاش يحلوا لنا يديروا معانا حل. درنا شكايات عند وكيل الملك، درنا في النيابه العامه، ما خلينا حتى بلاصه، درنا محامي، درت شكايه وعطانا شيكات ورجعوا لنا ام بي وما عطاناش حقنا، والقانون بغينا يعطينا حقنا. بغينا كاسيدنا تشوف من هذا راه هاد السيد هذا تعدى علينا بزاف، ماشي غير انا بوحدي، بزاف الناس راه كثار، غير حنايا راه كثار من 200 مليون سنتيم، غير حنايا اللي كاينين هنايا شي 26 تعاونية ولا جمعية وجمعية مقاولة شي 200 مليون سنتيم، من غير ناس اخرين راه المناين، كاين ناس مساكن ما عندهمش باش يجيو، كاين ناس اخرين ما عندهمش باش يديروا الشكاية، ما عندهمش باش يديروا المحامي. بغيناك اسيدي دير لنا شي حل، القانون بغينا نحمينا. السيد كيقول لا انا فوق القانون، السيد سعيد هاد الناصر ولا سميتو قال لك هو فوق القانون، بغينا حقنا ياخذ لنا القانون حقنا، داكشي اللي كنطالبوه صافي. جا عندنا دق علينا الباب، عيطوا لنا في التليفون قال لك حنا مؤسسه تابعه للدوله كنمولوا المشاريع، كون كتعطينا واحد الفري ديال الدوسي. قلنا لهم ماشي مشكل، جابوا لنا الوراق، جابوا لنا كل شيء، شفنا الوراق ديالهم زعما راه حادقين، شفنا الشركه قانونيه وكل شيء. ملي مشينا دفعنا لهم داك الشيء اللي طلبوا لنا، انا طلبوا لي 37 مليون فمشروع ديال 250 مليون، دفعت غير دفعت لهم 37 مليون ما بقاوش كيجاوبوا في التليفون. لا اليوم غدا اليوم 3 سنين من 2017، لا اليوم غدا لا السيمانه الجايه لا غادي نعطوك فلوس، كنا ما غاديش نديرو معاك ودايرين معانا كونطرا، والكونطرا فيها كلشي الديتاي ما في صالحنا الكونطرا، ولكن داك السيد ما دار معانا والو، ما رد لينا حتى فلوسنا، يعني رد لينا غير ديك 10% اللي عطينا ولا 15% كل واحد اشنو دار معاه، يردها لينا ما رداش لينا، عطانا شيكات رجعوا ام بي، دفعناهم المحكمه وما داروا والو وما تشدش، وقال لك انا فوق القانون، تيقولها هكا وصيفط لي اوديو ديال التهديد، والناس كاملين شاهدين وسامعين، ها هما كلهم يهضروا، كلهم هكا دار اليوم، كلشي دار اليوم هكا. اييه قال لي انا، قال لي راه انت مازال ما كتعرفيش شكون اللي مورايا وشكون اللي قدامي، راه غادي ندير لك غادي، قال لي البرودوي اللي كديري غادي ندخل ليه وغادي نخرج لك منه. كيهددني كلا فلوسي ودار لي مشاكل في الخدمه ديالي ودار لي كلشي ومازال كيهددني. علاش ما كاينين في بلاد ماشي بلاد القانون؟ بغيت سيدنا ينصفنا سيدنا يشوف من حالنا، بغيتو يشوف من حالنا، راه تعدى علينا داك السيد، دار لنا مشاكل كبيرة، راه ولادي غادي تشردوا، ولاد الناس اللي قدامين معايا غادي تشردوا، ماشي غادي تشردوا، راه حنا مشردين أصلا. السلام عليكم، معكم محمد حماد رئيس تعاونية الطيبات لتربية النحل منطقة مولاي بوسلام. اليوم حنا معتصمين من أمام مقر فسودة، المقر ديال النصابق اللي نسبت على عدد كبير ديال التعاونيات وجمعيات وشركات ومقاولات. من طرق النصب عند هذه الشركة هذه هي كتخرج عندك بنت منهم كتصل بك، سواء عندك لاباج فيسبوك، سواء عندك يوتيوب، عندك شي منتوج، كيقول لك أجيو باش ندعموكم، حنا كيجيبوا لكم وكيصيفطوا لك التصاور وهذاك البروجيات، وكيعطوك التصاور ديال الناس مستافدين باللي مستافدين،
ومشينا مشيت معاهم انا على اساس هاد الناس راه مزيانين هادو، عطيت الفلوس ديالي. اذا بيا كنتفاجئ بلي هاد الناس نصابه، وهادوك الناس كاملين اللي كانوا مصورين وحاطينهم هما في لاباج، منهم الاخوان اللي تصوروا دابا وما داو حتى شي حاجه، غير شدوهم عطاوهم تصوروهم وخداو منهم التصاور وحطوهم في لاباج على اساس يديروا بهم اشهار. في الاخر كنكتشفوا ان 26 تعاونيه وكثر، هذه مثلا هذا العدد ديال التعاونيات دابا اللي كاينين 26، غير تلاقينا لاباج شي كيسول شي حتى تجمعنا، وكاينين عدد كبير ما يقارب الفلوس اللي حسبنا من الاخوان اللي ما قدروش يجيو، اخوان اللي عندهم مشاكل ماديه ما الله يكون في العون، كي اللي يجي من العيون خسر 4000 درهم 5000 درهم. ومعنا اخوان دابا حاليا كل اللي جاي من اكادير، كل اللي جاي من الرشيديه 3000 درهم ترونسبور، وما عندهمش فين يباتوا بزاف ديال الحوايج. لا 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 الطرق النصب كتجي هنا، كاينه المدرسه هذه مدرسه الدراسات كيقول كتخلص 72000 ريال، من بعد ملي كيدرسوك المشروع كتطلع عندهم للفوق كتحط الفلوس صافي، كتسيني معاهم عقد الشراكه. الفلوس المبلغ ديال البروجي اللي عمرت عليه، مثلا انا عمرت على البروجي ديالي خلصت لهم 3 مليون، خلصت لهم 3 مليون، وكاين اللي مخلص الاخت راه 36 مليون، وكاين اللي مخلص 7، وكاين اللي مخلص 10. المهم المبلغ ديال 26 حاليا اللي مظاهره اليوم اللي دار احتجاج هو ديال المبلغ ديال 200 مليون سنتيم. هذه فلوس اس بي تحطات هنايا، من بعد ملي كنجيو الكونسياج هنا ما كيخليناش نطلعوا. انا شخصيا كنجي ما كيخلينيش نطلع، كنقول له انا عندي معكم عقد شراكه خصني نستفسر على البروجي ديالي فين وصل، كيقول لي سير تيتصلوا بك. المده ديال العام وانا كنمشي وكنجي لهنايا، المده ديال العام ما داروش معايا حل، عييت ما نطلع عييت ما ننزل ما كاينش حل، حتى لدرجه انهم هذوك الناس اللي كانوا كيتواصلوا معايا في الاول بلوكاوني من الواتساب وبلوكاوني من لابيل، يعني حتى شي واحد ما بقى كيجاوبني. هنا كاين الكونسياج كتجي عنده كيقول لك اخويا واش اتصلوا بك، كتقول ليه لا، ولا حتى قلت ليه اتصلوا بيا كيصوني ليهم ما كيخلينيش نطلع. انا دابا المده ديالي نتابعهم تقريبا عام وتبور بيت، انا خدمت خارج المغرب وجمعت فلوس باش نخدم في بلادي، وكانت عندي واحد العلاقه زوينه مع عدد كبير ديال التعاونيات في الدومين ديالي، وكنت مواكبهم وكان غدا داك الشيء على ما يرام. اذا بيا كنتفاجئ بهاد الناس هادو داو ليا رزقي وضعفوا لي المشروع ديالي، حتى تبور بيت حتى ما بقيتش قادر واش نخدم ولا نتابع هاد الشيء، هذا فلوسي ضايعه. لا لا اله الا الله. كتينا الشكايه في المحكمه الابتدائيه ديال قنيطره، ورئيس النيابه العامه في الرباط، ودرنا مراسله لوزير الداخليه، مراسله لوزير العدل، مراسله رئيس الحكومه، مراسله مجلس الوطني لحقوق الانسان والديوان الملكي، هاد الشيء حنا راسلناهم كاملين باش حنا ناخذوا حقنا، حيت فقدنا ثقه. السيد راه فلوسي جديجه قبل منا حنا، وزدنا حنا حتى واحد ما عيط لينا باش تسند لينا، والسيد المركز ديالو مازال خدام، مازال عنده مركز اخر الفوق، دار مركز اخر بلا الاخر بلا لوحه الاشهاريه، خدامين الناس كيخدموا. كان سوا على عباد الله، كان جا السيد جاب ليه 120 مليون، لقانا حنا معتصمين حضرنا معاه، شنو؟ قال لك جبت 120 مليون لخالد دير معاه مشروع. السيد تلف 120 مليون جمع على 20 تعاونيه باش يدير معاهم مشروع باش هو يخدم معاهم كمقاول. حنا دابا هذا الاحتجاج اللي كنديروا وكاين تصعيد، حيت حنا ما نتراجعوش باش يجي هو. انا مشيت تسلفت من البنك 13 مليون واخذ هو، زعما انا ما بغاش تدخل لي الراس، ماشي مو وحده اللي ولدات، انا راجل شمت ليا دابا انا مهدد في الحبس، حيت انا درنا قرض. غالبا الاخوان عندهم قرض، الناس مدين مزيرين عليا، مادام كاين مزيرين عليا حنا انا غنتغتانا. كاين اعتصام وطني، الا ما حقوش مطالب ديالنا في اقرب وقت، ما كان اعتصام وطني، كاين ندوه صحفيه نديروها، ندوه صحفيه نديروها وطنيه، كاين مراسلين اجانب نحضرهم، حيت هاد الشيء هذا ما غنصبروش، حيت هاد الشيء هذا غادي وكتغلط. اي حاجه غتكون، هاد السيد هذا عنده نفوذ، باش عنده نفوذ ما كيهمنيش انا، عاطيك رزقي عطيني رزقي، هو كيقول لك انا القضاء يقول لك الكلمه ديالهم، من اتفاقيه في ثغرات، قال لك اتفاقيه في ثغرات، قال لك الا زعما ما تفاجئ انا وياك ما تمشيش للقضاء وما تشوهنيش. جيت انا عطاني 8 الشيكان، قال لي وقع تنازل على المشروع، وقع لي تنازل خذيته على الطبله، قال لك تنازل على المشروع صافي 30 يوم تاخذ فلوسك. هاد التنازل هذا قال لك انت راه وقعتي التنازل، وقع التنازل عطاني فلوسي باش تسرقني، راه تنازلت معك ما خصنيش منك، حيت انت شفار
اذا ما تفهمش انا وياك اعطيني رزقي صالي على الموضوع. شركنا ما صدقش هذا الشيء تعطيني رزقي. هو كيقول لك لا راه عندك تنازل راه خص انت تخلص 10% في الاتفاقيه اللي درت معاك. دابا 13 مليون ديالي انا ياخذها السي خالد واعطيني الوراق. حنا حطينا فلوس ومقاول ديالي كيسال دابا 36 مليون غير انا بوحدي تقريبا 46 مليون اللي كاينه هنا. اي حاجه اي حاجه غاجي البلد نديرها اي حاجه وما تسلمش وما ترجعش ليه. هذا حقي. حنا كنطالبوا الجهات المسؤولين باش يدخلونا في اقباط يحلونا مشاكل، لان اعتصام وطني ماشي هو هذا. اعتصام وطني لان 26 تعاونيه ولا 40 تعاونيه كيتسمى رؤساء، ولكن منخرطين التعاونيه غيكون من 2000 الفوق. غنعتصموا امام البرلمان وامام المقر هذا وبالتحدي، لان هذا السيد هذا الا بقى مازال برا ما دوش مع اجراءات ما شدوش، حنا غنديروا اجراءات ديالنا بيدنا ما غنتنازلوش. توفل رئيس تعاونيه خيرات الشاذمه اقليم الصويره من بين ضحايا ديال مركز تفعيل المشاريع بالمغرب، ضحايا نسبوا علينا تقريبا في 7 مليون ديال السنتيم. هاد المنظمه هي شركه وضروا معنا في ابار فيسبوك قالوا لنا بانه احنا منظمه غير حكوميه كاينين في المغرب، يعني عندهم شي اكثر من 13 فرع في المغرب، انه كيدعموا التعاونيات والجمعيات والمقاولات على اساس انهم كيفعلوا لهم المشروع بحال الشكل تاع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه واخذينها بهذ الصيغه. يعني دفع ديمانا تقريبا 28% تاع المشروع الاول كانت فيه قيمه الاجماليه 10 المليون، كانوا يدعمونا في 10 المليون دفعت فيه 3 المليون، والبروجي الثاني دفعت لهم 4 المليون اللي كانت مشروع تاع داسيا دوكر فيه تقريبا 18 مليون. يعني هاد الناس حنا ثقنا فيهم، شناهم في فيسبوك كيدعموا التعاونيات، كاين تعاونيات اللي استافدوا، تواصلنا مع دوك التعاونيات هضرنا معاهم فعلا قالوا لنا بانه راه فعلا استافدنا وهذوك الناس مزيانين غير يسروا معاهم. من بعد عاوتاني كنتوصلوا بانه هذوك التعاونيات كانوا هما فعلا استافدوا ولكن مشوا ضحايا عاوتاني هذا الشركات اللي نفذت لهم ذاك المشروع على الفورنيسورات، يعني ذاك اللي مولهم اللي كان اللي عطاهم الماتيريال وهذا يعني هو ما تخلصش، يعني دار واحد مثلا 5 تعاونيات ولا 6 استافدوا ولكن غير كاشهار هما مخلصين والو داك الشيء كل شيء تاع الفورنيسورات. حنا ثقنا في هاد الناس شفناهم بانهم كيديروا انشطه دايرين مع واحد الجمعيه ديال المتعاقدين تاع متقاعدين تاع الامن الوطني دايرين انشطه في المقر تاع البلديه. يعني هاد الناس خدامين عندهم 13 فرع، شكون عطاهم هاد الصفه القانونيه باش انهم يخدموا على شكل بحال الشكل تاع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كيقلدوها. يعني لحد الان حنا درنا الشكايات للجهات المسؤوله وهاد الناس باقي الحال باقي خدامين باقي كينصبوا على عباد الله.